استاذه ريهام اتفضلي. انا اسعد واحده وانا بتكلم على الخبر ده معاك والله يا ابراهيم. اتفضلي. والله بجد يعني ان الاهلي خلاص بيقترب من انهاء صفقة المهاجم بتاعه. طبعا انت شفتك اتكلمت طبعا كل الناس اتكلمت يعني عن موديست، بس انا هحكي على التفاصيل النهائية اللي اخر 48 ساعة. قولي كل المعلومات اللي عندك، يعني ما تربطيش دايما ما بين المعلومات اللي انا بقولها والمعلومات اللي عندك. لا ده اكيد احنا عمرنا ما عملنا كده اصلا. قولي كل المعلومات اللي عندك. ده طبيعي. من 48 ساعة يعني الموضوع بدأ. سافر امير توفيق، كابتن امير توفيق مدير التعاقدات للنادي الاهلي، سافر بره مصر، بدأ التفاوض بالفعل. يعني هو اللي كان موجود بره وهو اللي بدأ يتفاوض. ده طبعا بعد ترشيح كولر للاعب، يعني اللاعب رشحه كولر والجهاز معاه. كان من ضمن الليستة بالمناسبة اللي أنا كنت قلتها لك الأسبوع اللي فات، أنا قلت لك إن في 3-2 أفارقة ومنهم لاعب ثالث مش أفريقي كان هو ده. بدأوا المفاوضات بالفعل معاه. طبعا الأول اللاعب كان عنده عروض وكان طالب أرقام كبيرة في البداية، لكن الكابتن أمير توصل معاه للاتفاق. الاتفاق وصل $1,600,000 في الموسم اللي هو هياخده. طبعا أنت عارف إن هو الموسم الثاني، يعني التجديد بالشروط اللي أنت كنت اتكلمت عليها. المفترض فيه أرقام كتير تانية اتقالت، هي فعلا كانت واقفة علشان اتفاق على نسب بونص، بس اتقال ارقام يعني كبيره قوي زياده عن اللزوم. يعني اتقال ان هو طالب $1,000,000 بونص على الموسم على حاجات يحققها يعني، لكن الحقيقه الارقام دي مش مظبوطه. البونص اللي تم الاتفاق معاها على اللاعب هي $300,000 فقط في الموسم، بقى على حاجات كتير، بنود كتير جدا محطوطه طوال فتره التعاقد. الكشف الطبي، المدير التعاقدات موجود في سويسرا مع دينو، مدير وكيل كولر. اللاعب طلع من ألمانيا هيروح لهم على سويسرا، هيعمل الكشف الطبي هناك، وبعد كده هيجوا إن شاء الله يعني على مصر هنا. المفترض يعني إن هم بيحاولوا يلحقوا بالبعثة علشان قبل ما يسافروا يعني على السعودية، والمفترض إن الفريق هيسافر يوم الثلاث يعني. فبالتالي كده خلاص القطعة الأخيرة في ميركاتو الأهلي اكتملت. المهاجم في رضا سليم، في إمام عاشور، ميركاتو متكامل، ميركاتو فيه تقريبا كل الاحتياجات بتاعة الفريق. عندك معلومة ولا لا إن الراجل يلحق يشارك مع الأهلي في ماتش السوبر لو مش جاهز؟ لو عندك معلومه قولي، ما عندكش قولي مش عندك. هو اكيد جاهز يعني. هو كان بيتدرب اصلا مع احد الفرق خلال الفتره اللي فاتت، بس مشاركته بقى دي هترجع للمدير الفني، هو اللي يقرر اذا كان شارك ولا لا. ما هو برضه انا يعني هنشوف هيلحق يشارك في كام تدريب مع الفريق. المدير الفني هيبقى ليه وجهه نظره، هل هيقدر يدفع بيه قبل ما اول ما يوصل كده بعدها بيومين ثلاثه، ولا ممكن ينزله بديل لو احتاج. ودي بقى هترجع لكولر يعني. ماشي. عبد الباسط اتفضل. مش هخرج بره موضوع المهاجم بتاع ريهام، لانه بمجرد ما عرفت الموضوع فسالت هل لائحيا هو ينفع يلعب في ماتش في افريقيا وهو ما تأيدش مع النادي الاهلي، او حتى لو قيد محليا مع القيد اللي بيقفل 14/9 هل هو ينفع يلعب مع النادي الاهلي؟ فلما سالت عرفت انه النادي الاهلي بعت قائمته اللي هي 18 لعيب وسبعه من الجهاز الفني للكاف، انه هيلعب بال 18 دول والسبعه. هل ليه حق ان هو يدخل حد عليهم؟ هو في حاله واحده فقط، انه يبقى عنده حد مصاب قبلها ب 48 ساعه وتقارير طبيه ان هو يطلع حد ويدخل ده على قائمه ماتش السوبر. ماتش السوبر لان هو مش هيلعب مع الاهلي في افريقيا لحد يناير. يعني لو الاهلي عنده ارتباطات هو مش هيلعب لحد يناير، لانه القيد الافريقي قفل مع 31 اغسطس. فبالتالي انت هيلعب محليا بس مع الاهلي، هيلعب محليا فقط. طب يلحق قائمه السوبر ولا ما يلحقهاش؟ قائمه السوبر بقى بالنسبه للسوبر، انت بالنسبه لك عندك 18 لعيب بعتهم 31 اغسطس. فبالنسبه لك علشان تدخله لازم تطلع واحد مصاب. اعتقد ان في السوليه ممكن مصاب، او حد لعيب ممكن يطلعوه قبلها ب 48 ساعه. لائحيا لازم انت تبعت تقريرك الطبيه وعشان تعمل استبدال لو الاهلي محتاجه فنيا في هذه المباراه يعني. طيب برضه خبر كويس، مهم برضه ان احنا عندنا المعلومه ديت. اذا لو الاهلي عنده حد مصاب يخرجه ويبعت التقارير الطبيه بتاعه اللاعب اللي عايز يتم قيده ويدخل بالظبط، لان هي من شروط السوبر ان انت عندك 18 لعيب وسبعه من الجهاز الفني وبتبعتها قبل المباراه ب 14 او 15 يوم، فهي اتبعتت 31 اغسطس. فبالتالي عشان يعمل ده لازم يخرج قبلها ب 48 ساعه.